مساء الخيل ومساء الأنوار ومساء الورد على كل عشاق الخيل وعشاق الأصايل، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم فروسية، البرنامج اللي دائما ينقل التحديات، المنافسات، السباقات والمسابقات اللي موجودة في ميادين الأصايل. إذا حابين تعرفوا متابعي ومحبي برنامج فروسية إيش معنا بحلقة اليوم، خلينا نشوف سوا العناوين. في هذه الحلقة تشاهدون الجواد جداء يخطف جائزة مساهمة نادي الفروسية بالحفل 41، الجواد مدود يتوج بكأس إمارة منطقة عسير بميدان الملك عبد العزيز، الفارس سيف المزروعي بطلا للنسخة 11 من كأس محمد بن راشد للقدرة، الفرس شهيدة الخالدية الأجمل في بطولة الرياض الثانية لجمال الخيل العربية الأصيلة، الفحل طامي ثاني بطل الذهب في ختام بطولة الرياض لجمال الخيل العربية الأصيلة، بي اف مغادر يظفر بالشوط الرئيسي بالحفل 4 في العين، لافندر يتوج بلقب الشوط الأخير بالحفل 13 بالجنادرية. ما زلنا مستمرين بتغطية السباقات اللي موجودة في ميدان الملك عبد العزيز، وما زلنا كمان نسلط الأضواء على الأبطال اللي قاعدين يفوزوا بالجوائز اللي موجودة بهذه الأشواط أو بهذه السباقات. وصلنا معكم للحفل 41، المشاركات كانت في من داخل السعودية وبأجود الخيول اللي موجودة في المرابط، 10 أشواط، 10 خيول، 10 فرسان، وأيضا 10 ملاك عينهم على خط النهاية. ولكن اللي تألق بهذا الحفل هو الجواد جداء لمالكها أبناء مطلق الجعيد، وفازت بجائزة نادي الفروسية التقديرية 180,000 ريال. انطلقت في ميدان الملك عبد العزيز سباقات السرعة في حفلها 41، حيث تكون السباق من 10 أشواط بمساهمة وهدية نادي الفروسية. الشوط الأول وعلى مسافة 1400 متر استطاعت جلباب بعمر 3 سنوات للتي لم تربح والعائدة ملكيته للمالك أبناء سليمان محمد بن زعير من خطف المركز الأول، وذهب لقب الشوط الثاني من هذا السباق للخيل التي لم تربح بعمر 3 سنوات وعلى مسافة 1400 متر لصالح الفرس تفتخر والعائدة ملكيتها للمالك سعد علي بن بدن. والله اللهم لك الحمد، الفرس في تصاعد، أول مركز جت 9، ثاني مركز 6، بعدين 5، بعدين 4، بعدين أول، الحمد لله. لكن الفرس كنت متأمل فيها انها تتطور والحمد لله اليوم ما قصرت، اخذتها من المزاد وهي معجبتني، حتى شغلها تمام وكل شهر تتطور عن الشهر اللي قبله، اليوم ما قصرت، رسمنا انها تكون خلف السرعه والحمد لله الخيال ما قصر وهي ادت مجهود طيب. أما الشوط الثالث فقد استطاعت الفرس همايم للمالك الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز من تحقيق الانتصار والفوز بلقب هذا الشوط البالغة مسافته 1600 متر للخيل التي لم تربح وربحت مرة واحدة من عمر 3 سنوات. وفي الشوط الرابع إنتاج عمر 4 سنوات استطاعت الفرس اللذيذة للمالك عبد الإله بن عبد العزيز الموسى من تحقيق المركز الأول اللي كان على مسافة 1200 متر. وقد كان المركز الأول من الشوط الخامس من نصيب الفرس ستورم كراي للمالك حاتم بن طوالة الذي استطاع إنهاء مسافة الشوط البالغة مسافته 1400 متر بأسرع وقت ممكن من بين الخيول المستوردة بعمر 3 سنوات وأكثر. وذهب لقب الشوط السادس الذي كان على جائزة نادي الفروسية التقديرية 125,000 ريال ولفئة جميع الدرجات مستورد 4 سنوات وأكثر لصالح الجواد إرث ديرمر العائدة ملكيته للمالك حسن عيسى البعنين على مسافة 1600 متر. وجاءت منافسة الشوط السابع للخيل المنتج محليا عمر 4 سنوات وأكثر على مسافة 2000 متر الذي تصدر الجواد أولهم لمالك الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.
واستطاع الجواد عنان العزم للمالك شرف بن محمد الحريري من السيطرة على مجريات الشوط الثامن إنتاج عمر 4 سنوات وأكثر على مسافة 1800 متر. إلى الشوط التاسع إنتاج عمر 4 سنوات استطاع الجواد جدار للمالك أبناء مطلق القاضي الجعيد من تحقيق لقب المركز الأول على مسافة 1600 متر وخطف جائزة مساهمة نادي الفروسية 180,000 ريال. الحقيقة الحصان يعني كان له حظوظ من ضمن الخيل، الشوط كان يعني فيه يعني خيل جدا ممتازة، والحصان كان له حظوظ يعني من ضمن الخيل الأقوى بالشوط، وهذا توفيق الله سبحانه وتعالى، والله ملك الحمد والشكر، وبارك لأخوي المهندس أبو مشاري ساعد الجعيل، والأخ أبو ثامر خالد البقمي المسؤول على اسطبل الجعيل، واتمنى لهم التوفيق وان شاء الله الجايات افضل بمشيئه الله. المدرب هو راعي الحصان، احنا مشرفين واداريين، والمدرب ما قصر نايف العطاوي الله يعطيه العافيه، كافه طاقم اسطبله ما قصر، اعدوا الحصان اعداد جيد ممتاز من الطائف الى الرياض، كسب مكسبين ورا بعض، جاب ثالث في الـ2000 وريحناه، واليوم ما شاء الله تبارك الرحمن ركض وكسب الشوط، معلن من فيه منافسين لكن الحمد لله كتبنا الله الفوز والحمد لله على كل شيء، وبارك لمالك الاسطبل المهندس محمد من طريق القاضي الجعيد على هالنتيجة إن شاء الله، ونقول هالقادم أحلى وأجمل ومتبوعة إن شاء الله في منصات التتويج إن شاء الله. وإلى الشوط العاشر والأخير على مسافة 1600 متر لجميع الدرجات إنتاج 4 سنوات وأكثر، كانت الجائزة سيارة وهي هدية من نادي الفروسية، كانت من نصيب الفرس سحابة السماوي للمالك عبد الإله بن عبد العزيز الموسى. الحمد لله رب العالمين، اليوم حظيت الفرس بهدية نادي الفروسية، وإن شاء الله بيكون القادم أفضل وأجمل إن شاء الله. والله الحمد لله الفرس معطي مؤشرات طيبة، الخيل اللي معها خيل ممتازة، والحمد لله قدمت المستوى، ما كان شوط سهل، كان منافس إلى خط النهاية، كان في منافس والحمد لله رب العالمين، ختامها كان مسك بالنسبة لسحابة السماوي. أما الحفل 42 كانت أجواءه غير، لأنه كان على 3 كؤوس، الكأس الأول كأس وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وكأس إمارة منطقة عسير، والكأس الثالث هو كان لجامعة الملك خالد. ولكن اللي تألق بهذا الحفل هو الجواد مدود لمالكه الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز بالشوط السابع. احتضن ميدان الملك عبد العزيز في الحفل 42 سباقات الخيل على 3 كؤوس، كأس وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وكأس إمارة منطقة عسير وكأس جامعة الملك خالد. إلى الشوط الأول وعلى مسافة 1800 متر استطاع الجواد روهان بعمر 3 سنوات من الإنتاج المحلي والعائدة ملكيته لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز من خطف المركز الأول، بينما ذهب لقب الشوط الثاني من هذا الحفل والذي خصص للخيل التي لم تربح من إنتاج 3 سنوات وعلى مسافة 1600 متر لصالح الفرس ساطية لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. أما الشوط الثالث فقد استطاع الجواد حايز الخير لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز تحقيق الانتصار والفوز بلقب هذا الشوط البالغ مسافته 2000 متر للخيل التي لم تربح من عمر من 4 إلى 5 سنوات. واستمرت المنافسات على أرض الميدان في الشوط الرابع والمخصص للخيل التي ربحت من سباق إلى سباقين 4 سنوات فأكثر من جياد وأفراس الإنتاج. استطاع الجواد لهاي لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز من خطف اللقب اللي كان على مسافة 1400 متر. وقد جاءت منافسة الشوط الخامس على كأس وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 120,000 ريال، والذي حققته الفرس مطربسة لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز مع الخيال محمد الدهام وعلى مسافة 1600 متر.
بينما ذهب لقب الشوط السادس والمخصص لمفتوح عمر 4 سنوات فأكثر من الإنتاج لصالح الجواد عدل. العائدة ملكيته لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز وتدريب بدر سعود رزيق. وجاءت منافسة الشوط السابع على كأس إمارة منطقة عسير 120,000 ريال، والذي استطاع تحقيقه اسطبل سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز عبر الجواد مدود بعمر 3 سنوات وعلى مسافة 1400 متر مع الخيال أحمد الأزهري. هذا توفيق الله سبحانه، وأهدي هذا الفوز لسيدي الأمير فيصل سيدي ووالدي الله يطول عمره المشرف لداري سعد المشرف وجميع أهالي عسير الصغير والكبير. من المرشحات كنا طمعانين في كرم الله سبحانه، ولا التوقعات كل الناس اللي مشاركوا معنا كانوا متوقعين، لكن احنا كنا طمعانين في كرم الله سبحانه والحمد لله اكرمنا واعطانا اكثر مما نستحق. واستطاع الجواد جامع بعمر 4 سنوات لسمو الامير فيصل بن خالد بن عبد العزيز خطف لقب الشوط الثامن اللي كان على كاس جامعه الملك خالد 120,000 ريال وعلى مسافه 1400 متر لجياد وافراس الانتاج المحلي. الحمد لله، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. أمسي عليك ومسي على جمهورك وعلى روتان اللي دائما مغطية حفلنا خير تمثيل، والكاس هذا غالي علينا، كاس جامعة الملك خالد، ونهدي للفوز لسمو سيد الأمير فيصل بن خالد وجمهور الاسطبل الأحمر. الحمد لله حصلت على كاس المستورد بخير بأفضل وقت أنعمل هالموسم، وايضا الاسطبل ولله الحمد حصل على الكاسين، كاس الانتاج وكاس المستورد، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ثم جهود سمو سيدي الامير فيصل بن خالد ودعمه لنا المستمر. ودائما نقول التوفيق لله سبحانه وتعالى ثم له الله يطول عمره على دعمه اللي دائما مغطينا بكرمه ودعمه، استقطب لنا جوكية عالميين والحمد لله. إن شاء الله نتمنى الاستمرارية. الحمد لله مر علينا موسم، يا رب لك الحمد، موسم جدا ممتاز. الآن حنا على القائمتين، قائمة الإنتاج والمستورد، وأتمنى إن شاء الله الاستمرارية بإذن الله. أما الشوط التاسع فقد تنافست فيه الخيول المستوردة عمر 4 سنوات فأكثر على مسافة 2000 متر، وقد استطاع رشد روبن لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز من تحقيق اللقب. وإلى الشوط العاشر والأخير تنافست فيه أفراس الإنتاج المحلي عمر 4 سنوات على مسافة 1800 متر، والذي استطاعت تحقيق الفوز هي الفرس بنت السحاب لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. إلى دولة الإمارات وتحديدا إلى إمارة دبي، إلى سيح السلم وإلى كأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة 160 كيلو متر. هذا الكأس الغالي، هذا الكأس القوي، هذا الكأس اللي كل الاسطبلات تنافس بأنها تفوز فيه، لأنه كل الخيول اللي موجودة بهذا السباق بتكون من أفضل الخيول. لذلك سيف المزروعي اتألق بهذا الحفل وخطف هذا الكأس الغالي على قلوب كل ملاك الخيل وعلى قلب فارس العرب الشيخ محمد بن راشد المكتوم. توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الفارس سيف المزروعي بطلا للنسخة 11 من كأس محمد بن راشد للقدرة على مسافة 160 كيلو متر، وذلك في ختام مهرجان سموه الذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بمشاركة 360 فارسا وفارسة ونخبة من أفضل فرسان القدرة العالميين وأبطال الإمارات والعالم العربي ودول الخليج يمثلون 32 دولة. وتمكن الفارس سيف المزروعي على صهوة الجواد نوبولي ديل ما لاسطبل MRM من قطع مسافة السباق بمعدل سرعة 24.47 كيلومتر بالساعة، وجاء بالمركز الثاني الفارس عبد الله غانم المري على صهوة فاران لاسطبلات F3، وحل في المركز الثالث الفارس سعيد محمد خليفة المهيري
على صهوة الجواد نابي ديكاسو لسطبلات ام ار ام. مجلة فروسية أخبارها متنوعة، والخبر الأول رح يكون من ميدان الجمال وإلى بطولة الجمال اللي كانت موجودة بعجمان وكانت تحت شعار عام زايد، مئوية زايد، مئوية وطن. شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان منافسات اليوم الأول والأخير والحفل الختامي للنسخة 16 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2018 تحت شعار عام زايد، مئوية زايد، مئوية وطن، على ميدان الفروسية في إمارة عجمان، والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على مدى 4 أيام، وشارك فيها 303 جياد لأشهر الملاك وأبرز وأعرق اسطبلات الإمارات. وجاءت النتائج متقاربة بين الخيول المشاركة في هذه الدورة، حيث أرجع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي هذا التقارب في المستوى بسبب الاهتمام الكبير من الملاك ومربي الخيل ودخول خيول جديدة في المنافسات والاهتمام بسلالة الخيل العربية الأصيلة. طبعا مثل ما أنتم شايفين أجواء الاسطبل اللي موجودة عندنا كلها طقطقة من الشمال وطقطقة من اليمين، طبعا هم ما بعرف بدهم يخربوا علينا ولا بدهم يطلعوا معنا في البرنامج. مشاهدينا فقرة فروسية بعدها ما خلصت، المزيد بعد الفاصل. بعد الفاصل تشاهدون الفرس شهيدة الخالدية الأجمل في بطولة الرياض الثانية لجمال الخيل العربية الأصيلة، الفحل طامي ثاني بطل الذهب في ختام بطولة الرياض لجمال الخيل العربية الأصيلة. مرة جديدة إلى السعودية، ولكن هذه المرة إلى ميدان الجمال. طبعا المزارع اللي مشاركة بهذه البطولة هي بطولة الرياض الثانية لجمال الجواد العربي. طبعا المرابط اللي موجودة في السعودية عندها أجمل خيول، لذلك بتشارك فيها علشان تربح اللقب وتربح هذه البطولة. ولكن اللي تألق بمركز لزاز اللي أقيمت فيه هذه البطولة هي شهيدة الخالدية، فرس تقريبا عمرها من فئة الأفراس اللي مشاركة هذه الفئة كانت من 7 إلى 9 سنوات، فازت فيها شهيدة الخالدية المملوكة لمزرعة الخالدية. نقول لهم مبروك، الفوز مش غريب عليهم. خلينا نشوف مع بعض المزيد من الجمال بهذه البطولة. في موسمها الثاني وبمشاركة كبرى المرابط السعودية وبخيول قاربت 300 راس، انطلقت بطولة الرياض لجمال الخيل العربية الأصيلة تحت إشراف كامل من مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وبتنظيم من مربط المعود في مركز لزاز للفروسية، حيث شاركت المرابط بالخيل المختلفة من الأمهار والمهرات والأفراس والفحول مختلفة الأعمار. وفي اليوم الثاني نقلت عدسة برنامج فروسية أبرز أشواط هذا اليوم. في شوط الأفراس من عمر من 4 إلى 6 سنوات فئة بي، استطاعت الفرس مدوسة كي آي للمالك عيد بن عبد الله بن سليمان نيل ذهب هذا الشوط. أما المركز الثاني فقد كان من نصيب خديجة الخالدية لسمو الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وقد جاءت الفرس اف ام ريحانة لمربط اللنجاوي بالمركز الثالث. طبعا البطولة هذه بطولة الرياض تقام للمرة الثانية، تشرفنا بإقامتها إن مركز الملك عبد العزيز بديراب الخيل العربية الأصيلة أعطانا حق التنظيم، وأعتبر الدعم اللي جانا من المركز ممثل في مدير عام المركز وجميع موظفي المركز، وتكاتف الجهود ما بينهم وبين مربط المعود وفريق العمل اللي قام معي بهذا العمل الجبار، اللي الحمد لله اليوم نحصد ثاني نتائجه. أنتوا لاحظتوا كيف الحضور، سعادة الحضور والدقة في المواعيد وفي التنظيم وفي التحكيم، رضا تقريبا أنت ما تقدر ترضيهم في التحكيم، ولكن أنا مشاهد أنه يعني رضا كبير من الجمهور. كل هذه يعني العوامل يعني وضحت النجاح اللي الآن حنا نتمتع فيه،
وننظر للتطوير في النسخ الأخرى إن شاء الله للعام القادم بإذن الله. وفي شوط الأفراس من عمر من 7 إلى 9 سنوات جاءت بالمركز الأول الفرس شهيدة الخالدية لإسطبلات الخالدية، أما المركز الثاني فقد كان من نصيب الفرس سكاندل ميراجيت تي جي اس لإسطبل السكب. بالنسبة لبطولة الرياض الحمد لله لو لاحظت كثرة المشاركين وكثرة الإسطبلات و إنتاج السعودية، يعني اللي دخل فيها إنتاج 2017 فكنا مراقبين إنتاجنا وإنتاج الآخرين، والحمد لله إنه إنتاج السعودية 2017 أفضل من 16 وأفضل من 15 طبعا ما عدا خيل معينة، بس أنا أقول بالإجمال. بالنسبة للبطولة هي بطولة الحمد لله رب العالمين، بطولة إلى هالحين وإن شاء الله تكمل، وهي بطولة قوية وبطولة التحكيم فيها إلى أبعد الحدود نزيه، وبطولة مشاركة الإسطبلات الكبيرة في السعودية. اللي بقوله الحمد لله نحن في هالبطولة وكل هالأشياء، والبطولات اللي إن شاء الله جاية في 2018 اللي عندنا بداية السنة كلها بمشيئة الله وفضله من فضل قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والذي أولى اهتمامه لجميع الرياضة بكل أنواعها في المملكة العربية السعودية، والتطلع إن شاء الله إلى ما هو أجمل، ولا في العروض الخيل العربية الأصيلة ولا في سباقات الخيل العربية الأصيلة. أشكر المنظمين على البطولة اللي هم مربط المعود، وأشكر كل من العمل على هذه البطولة. طبعا احنا شاركنا في حول 9 خيل والحمد لله حققنا على درجه في البطوله البارح في مهره والدرجه 93 اللهم لك الحمد، والحمد لله البطوله من اجمل البطولات صراحه. التنافس شيء جميل والحمد لله، يعني الاخوان هنا موجودين كلهم مرابط كبيره ومعروفه والمنافسه كانت جدا جميله. مالك الخيل يدفع مبلغ وقدره لتجهيز خياله، وأيضا الخيال أنت عارف أنه كوست، فالمالك ينتظر جائزة لو عينية بسيطة بس ترد عليه جزء من خسائره في البطولة أبدا على أثناء البطولة. المستوى خيال ما شاء الله جيد، أو أقدر أقول لك والله للأمانة ممتاز مو جيد، يعني ما شاء الله تبارك الله على بطولة سي مستوى الخيال ما شاء الله، نشوف المرابط الكبيرة مشاركة بأحسن الخيال اللي عندها، مستويات طيبة متقاربة، الناس يشوفها راضية إلى حد، يعني إلى حد 90% أقدر أقول لك، وإن شاء الله نطمح في المزيد. وفي تنافس شوط الفحول من 4 إلى 6 سنوات فئة ألف جاء بالمركز الأول الفحل HF سانتياغو دي ماغنيفيك لعبد العزيز بن إبراهيم العجلان. أما لقب المركز الثاني فكان لمربط عذبة عبر الفحل شجران عذبة. محسومة، يعني إن الآن نفكر في الذهب، يعني إن شاء الله الله يوفقنا يا رب، يعني الحمد لله، يعني الفحل سمعته طيبة وله شعبية قوية زي ما قلت لك، وإن شاء الله طموحنا بالذهب إن شاء الله. يعني هذه أول مرة أشارك بطولة الرياض، ويعني بطولة مجهزة تجهيز جدا طيب، وأحب أشكر الشيخ محمد السبيعي على مجهوداته الكبيرة وسخائه على البطولة، ويعني والشيخ المعود اللي هو السبيعي له بصمات على الخيل، والخيل خير والخيل خير والخير خيل والخيل معقود بنواصيها الخير حتى تقوم الساعة، فالحمد لله الخيل خير. وبالفئة باء للفحول من عمر من 4 إلى 6 سنوات كان التنافس شديد كما في الأشواط الأخرى، وقد جاء بالمركز الأول الفحل بريشيا ام اي لمربط الأصول، أما المركز الثاني فقد حاز عليه الفحل بركة الزبير لمربط التنهات. خبرنا الثاني هو عن الفارس العالمي عبد الله الشربتلي اللي تأخر عن الجائزة الكبرى في أبوظبي ولكن ظفر بالشوط الدولي. الوقت
حرم الفارس العالمي عبد الله الشربتلي من الدخول في منافسات الجائزة الكبرى لبطولة أبو ظبي. وأكد الشربتلي أن وصوله متأخرا في الشوط التأهيلي أبعد من المنافسات في النهائي، ليلتحق بعد ذلك في شوط 150 سنتيمتر الداخل في سلم التصنيف الدولي، حيث انتهى به المطاف مع جواده كريزي كويك من كسب الشوط بعد جولة ترجيحية أنهاها بأسرع زمن. أما اليوم الختامي لبطولة الرياض لجمال الجواد العربي، كانت الأجواء فيها حماسية والميدان كان مشعلل مثل ما بيحكوا بالعامية لفئة الأفحل، هو الشوط الأقوى للأفحل اللي كانت مشاركة من هذه المرابط المختلفة، ولكن اللي تألق بشوط الأفحل هو الفحل طامي الثاني لمالكو نايف الإيداء. بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، اختتمت بطولة الرياض لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الثانية، والتي شهدت مشاركة واسعة من مرابط الخيل العربية الأصيلة وفي أقوى الأشواط، والذي ينتظر الجميع بفارغ الصبر، وهو شوط الفحول، الشوط الأقوى والختامي لهذه البطولة التي تميزت بتنافس قوي بين الفحول المشاركة وملاكها، ليذهب الذهب والمركز الأول للفحل طامي الثاني لمالكو نايف الإيداء. وحصل الفحل ابن جميل الخالدية على الفضة لمالكو اسطبلات الخالدية، وحصل الفحل بركة الزبير على البرونز لمالكو مربط التنهات، والمركز الأخير للفحل بروشيا ام اي حصل على لقب اللؤلؤي لمالكو مربط الأصول. أنا الحقيقة سعيد أن أكون في هالمكان مع الأخوان اليوم، ولا شك المرابط التي شاركت في المناسبة مرابط عريقة يعني، والأخوان الذين ساهموا في تجهيز المكان والتواصل مع الجميع وكانوا عبارة عن أداة لإنشاء هذا التنافس، أعتقد أنهم قدموا عمل جيد يشكرون عليه، وأقدر الشكر سعادة اللواء محمد المعود الذي أظهر هذه المناسبة بشكل بارز، وزملائه الكرام في كل جزء من المنافسة. أرجو لهم التوفيق إن شاء الله، والأخوان الذين فازوا أرجو الاستمرار لهم دائما في تقديم العطاءات الجيدة، والذين لم يحالفهم الحظ أن يواصلوا التحسين ليأخذوا إن شاء الله الجوائز القادمة بإذن الله. الحمد لله، بطولة الحقيقة دائما الرياض طبعا في قلوب الجميع، وطبعا الجيادة العربية الأصيلة هي محل اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ورعاه وجميع المسؤولين، وأيضا هي من الجياد اللي اهتم بها الجميع، الملوك السابقين رحمهم الله، وأيضا الملك عبد العزيز وحد على ظهورها المملكة العربية السعودية، فلها قيمة كبيرة الجيادة العربية الأصيلة. وجود بطولة مثل بطولة الرياض في هذا المكان الطيب، وأيضا بتنظيم المربط المعود، المربط اللي يعتز به جميعا، وبقيادة الأخ اللواء محمد السبيعي وكافة العاملين فيه، لهم بصمة كبيرة في منافسات الجمال، وأيضا هذا التنظيم الرائع، وتنظيم من رئيس التنفيذي للبطولة الأخ فهد العريني والأخ فهد البرخي، لهم طبعا تأثير كبير في إخراج هذا البطولة في الشكل المناسب. طبعا هناك بعض الأمور البسيطة، مكان جديد وموقع جديد، ولكن بشكل عام بطولة متميزة، تنظيم متميز، أتمنى الجميع التوفيق. الحمد لله، كانت توقعاتنا في محلها إن شاء الله، يا رب لك الحمد، وكانت الخيول اللي معها خيول صراحة قوية، والحمد لله توفيق من الله، يا رب لك الحمد. التركيز كان الحمد لله، كان العارض المبدع ناصر عسيري عارف الحصان، وحصان يعرفه جيد، والحمد لله تحققنا قبل كذا الذهب والفضة، والحمد لله اليوم بطولة الرياض ما خيب ظننا، يا رب لك الحمد. أشكر المنظمين، أشكر جميع الملاك اللي وضعوا ثقتهم في الله أولا ثم فيني، والحمد لله على هذه النتائج الممتازة اللي حققناها، وكان آخرها ختامها مسك مع البطل طامي الثاني أخوي متعب ليدة، أسأل الله يبارك له إن شاء الله. الحمد لله على كل حال، الفحل ما شاء الله عليه عمره ما خيبني، ما شاء الله تبارك الله، دائما أعرضه دائما يفوز، أسأل الله يبارك لهم. ويعني الصراحة كنت متوقع إنه بيكون له نصيب في الميداليات الثلاث، بس يعني الجولد الحمد لله جت من الله، يا ربي لك الحمد.
ولله الحمد يعني انه الشيء اللي احنا فخورين فيه كمركز العزاز انه هذه اول ارينا داخليه في السعوديه. طبعا هالشيء هو دفعنا انه نخش في هالمجال بحيث ان نقدر نخدم في مجال الخيل وخاصه في البطولات بتعاون مع اسامي كبيره. طبعا ممكن نضيف لهم شيء احنا كمركز ونقدم جميع الخدمات الملاك ومربين الخيل العرب. والله الحمد لله يعني الفحل سانتياغو مشهور عن الحركة يعني من أن كان مهر صغير وهو متميز بالحركة وحقق بطولة الحركة في الأحساء قبل سنتين واليوم الحمد لله في بطولة الرياض استطاع أن يحقق أفضل وأجمل حركة في البطولة فحول. الحمد لله درجات 20-20 19.5 19.5 19.5 الحمد لله. بطولة الرياض تقام السنة هذه للمرة الثانية ويعني بتطور إضافات كثيرة. كما هو معروف البطولة تدار وتنظم من قبل شباب سعوديين وهذا شيء مشرف، مشاركة حكام سعوديين. في إضافات أيضا أخرى اللي هي إضافة الجائزة اللؤلؤية، هذه جائزة جديدة تعتبر كبعد الذهبية والفضية والبرونزية، هذه إضافة جديدة. نشكر المنظمين على البطولة، بطولة خيل يعني جودة عالية، خيل أبطال، بطولة متناسقة متكاملة من كل النواحي. كاميرات فروسية بعدها مستمرة بتغطية الجمال، السرعة والقدرة. المزيد بعد الفاصل. بعد الفاصل تشاهدون بي اف مغادر يظفر بالشوط الرئيسي بالحفل الرابع في العين، لافندر يتوج بلقب الشوط الأخير بالحفل 13 بالجنادرية. إلى العين دار الزين وإلى مضمار السرعة، وطبعا إلى الحفل الرابع اللي أقيم في العين لسباقات السرعة. المشاركات كانت متنوعة، 7 أشواط و7 خيول، 7 مرابط سواء من داخل العين أو من خارجها كانت مشاركة بهذا الحفل. ولكن اللي تألق وخطف الشوط الرئيسي اللي كان عبارة عن 2000 كيلومتر هو الجواد AF مغادر. شهد مضمار العين للسباق حفل السباق الرابع الذي تكون من 7 أشواط، حيث بدأ الحفل بالشوط الأول للخيول فوق 4 سنوات، حيث خطفت اللقب في هذا الشوط الفرس AF مخيفة للمالك خالد خليفة النبودة. وإلى الشوط الثاني اللي كان على مسافة 1000 متر أيضا للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فما فوق توليد الإمارات، كان المركز الأول في هذا الشوط للجواد AF سند للمالك والمدرب خليفة النيادي. أنا ما أعتبرها مفاجأة لأن الحصان ما أنا متوقع منه، يعني إن شاء الله متوقع منه أداء طيب لأن كل مراكزه ما شاء الله في التوب 3 وعنده وينر على الأرضية هذه، وأنا متوقع منه أداء طيب. أمن البراق ما شاء الله كسلالة ما عليه كلام من أفضل السلالات من الحصان إنتاج خالد النابودة، وجميع ما شاء الله أخوانه متلقين وفايزين على الأرضية العشبية والرملية. وجاء الشوط الثالث لسباق التكافؤ على مسافة 2000 متر لخيول شمال الكرة الأرضية بعمر 4 سنوات فما فوق وجنوب الكرة الأرضية عمر 3 سنوات تصنيف 65، استطاع الجواد جنتشي لفريق البيت متوحد من الانتصار وتحقيق المركز الأول. أما الشوط الرابع والرئيسي في هذا الحفل فقد كان على مسافة 2000 متر للخيول العربية الأصيلة عمر 5 سنوات فما فوق بتصنيف من 50 إلى 90، واللي كان المركز الأول من نصيبه هو الجواد بي اف مغادر للمالك الوارث إبراهيم الحضرمي. كان صعب جدا، صعب للغاية بعد، انطلاقة سيئة جدا، المسار كان صعب جدا على الحصان،
حقيقة في آخر 800 متر يعني أعترف كنت على أعصابي، ولكن ثقتي بالله سبحانه وتعالى وثقتي في الحصان كانت أقوى. كان مجرد أني أتحقق من الجوكي اللي أنا شفته على الواقع وأسمع وجهة نظره، فكانت مطابقة لتفسيري أنا لبعض التغييرات اللي هو أجراها في خطة السير، فهو خرج الحصان للخارج، فكنت توقعت أنه خرج بسبب أنه الحصان ما تجاوب مع الكيك باك، فيقول لي لاحظت أنه الحصان كان متضايق من الكيك باك، فاضطريت أني أخرج لبرا ومن ثم رجعت لجوا. تاجوشي يعرف مغادر ويعرف ان نقاط القوة ونقاط الضعف ربما اللي تكون مع اي حصان اخر، فما اعتقد انه تاج اوشي ذخر جهد في محاولة اعاقة سير الحصان. وفي الشوط الخامس للخيول المبتدئة على مسافة 1600 متر خطف المركز الاول الجواد المبهر للخيالة السلطانية العمانية. أول شيء أقول مبروك للخيال السلطانية، مبروك لعمان، مبروك للمدرب إبراهيم الحضرمي اللي جهد كبير في سباقات الخيل بدولة الإمارات العربية المتحدة. شوف هذا عالم سباقات، فما تقدر يعني ممكن أنك أنت تحدد، لأن المدرب إبراهيم الحضرمي شارك في سباقين في الشارقة وحصل على المركز الثاني، فقد يكون الأرضية وقد يكون الفارس، لكن هو اختار هذا المضمار والحمد لله نصيبنا أن نفوز الأول. في توقع بس مشكل متوقع أن الأول أكيد، فهذه سباقات، لكن في توقع أنه راح يحل المراكز الثلاثة الأولى والحمد لله يعني فعلها، والفارس كان بطريقة أدري دفرس من الفرسان اللي هو فعلا نحن نعتمد عليهم، ومن الفرسان اللي هو طبعا يمشي على طريقة المدرب اللي اختارها، فاليوم طبق الخطة المدرب والحمد لله توفق بالفوز يعني. أما الشوط السادس سباق التكافؤ واللي كان على مسافة 1600 متر لعمر من 4 إلى 5 سنوات فما فوق، خطف اللقب في الجواد واثق لصاحبه السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. ليكون الختام في الشوط السابع على مسافة 1400 متر لصالح المهرم نورة لمالكها ياس لإدارة سباقات الخيل. لازم الناس تعرف أن ميدان العين أنشئ على يد الله يرحمه وغفر له الشيخ زايد سنة 86، هاي المنصة من 86. أنا ما عندي مكان، لكن يوم بدينا 2014 نحن بدينا الرسالة، يعني بالضبط 2015 أول رسالة، يعني 3 سنوات. هاي اكتشوال 3 سنوات، يعني لو اني على رابع موسم لكن 3 سنوات. دام ان الريسات ماشيه ونحن ما عندنا اوريدي جروب 1 نحاول نرفع من ريساتنا، احنا كلجنه اكيد ان نبغى منصه جديده وفاسيليتي اكثر ومنصه الشل مثل ميدان جبل علي او ميدان او ميادين القديمه او حتى ابو ظبي مثلا. لكن في نفس الوقت بعد ما اقدر اسكت انا واقعد انتظر لما يسوون ميدان جديد، لازم نحن نشتغل. نحن كسرنا حاجز 5000، الحين افريج تقريبا 7500. كمضمار انا لو عندي مضمار منصه كبيره مثل جبل علي او ميدان او حتى ابو ظبي بشوف اكثر حاجز الاشتراك في ريسات قويه، طلع كاس دبي العالمي برا. ميدان جبل ميدان العين اذا في منصه كبيره نحن بنكون اكبر جمهور في دوله الامارات. انا اتحدى على هالشيء لان كل مضمار يسوق لنفسه وانا اسوق للعين، وانا اتحدى المضامير في الجمهور. طبعا في امور اشياء خفيه ما حد يعرفها، نحن مع علاقتنا قويه مع الجماهير، على عندنا ترتيبات في السحب، عندنا اشياء نعطش الجمهور للسباق. ثاني شيء المالك والمدرب يحب مضمار العين، لان الافرج نحن ما عندنا جروبان، ما عندنا جائزه مليون دولار مليون يورو 2 مليون دولار وما ادري ايش، عندنا جوائز الافرج يعني مستوى 80 ل 100000، لكن اي واحد يبي يسوي فلوس هي عندنا يعني على المستوى اللي موجود. لا تنسى ان النظام موجود في دوله الامارات على مستوى الثوربريد يجيك من شهر 11 ليش 11 و12 الريتات اللي تحت، ومن شهر 12 بشهر 1 لشهر 3 الريتات اللي فوق، ففي خيل تنظلم ما تحصل سباقات. نحن نحاول ان يكون سباقات المتوفره للريتات اللي تحت والخيل الموجوده، لان ما في كل كروبان يعني.
يعني في خيول المستوى اللي تحت. نعطي تشانس وفرص لما تعطي فرص للناس في الخيل انت تحصل حق اي مكان بتسوي، لو يسوون في دبي، لو يسوون في ابو ظبي، ويسوون في الشارجه. هي مساله اعطاء فرص فقط. مرة جديدة إلى ميدان السرعة، ولكن هذه المرة إلى ميدان الجنادرية وإلى الحفل 13 اللي كانت أشواطه عبارة عن 6 أشواط. اللي تألق بهذا الحفل هو الجواد لافندر. هذا الجواد نقول له ألف مبروك، ونقول مبروك لصاحبه مهدي حسين الشريان. أقام ميدان الجنادرية سباقات الخيل على دعم مجلس إدارة ميدان الجنادرية، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: الشوط الأول للخيل التي لم تربح أفراس عمر 3 سنوات على مسافة 1400 متر وقيمة الجائزة 5000 ريال كانت من نصيب الفرس ريانة صبية للمالك اسطبل المخلاف. أما الشوط الثاني فقد خصص للخيل التي لم تربح حصن عمر 3 سنوات على مسافة 1400 متر، حيث ذهب اللقب فيه لصالح الجواد دبي جولد للمالك أبناء سعد حمد سليمان. الحمد لله، هذا حصان من إنتاجي طال عمرك، والفحل عندي والحمد لله، وصبرنا عليه والحمد لله. هذا أول مركاضي اليوم بالجنادرية وكسر الحمد لله. متأمل فيه، شغله زين، ترتيبه زين، ومتأملين بلثهم فيه يعني حقيقة. وفي الشوط الثالث إنتاج عمر 4 سنوات وأكثر للخيل التي ربحت من مرة إلى مرتين على مسافة 1400 متر، ذهب اللقب فيه لصالح الجواد صدوف الفعايل للمالك سعد محمد الضفيان. بينما خصص الشوط الرابع للخيول من جميع الدرجات عمر 4 سنوات وأكثر على مسافة 1400 متر، وجائزة مقدمة بقيمة 7000 ريال كانت من نصيب الجواد بديع البدايع للمالك علي صالح التويجري. والشوط الخامس المخصص للخيل من فئة مفتوح الدرجات عمر 3 سنوات وعلى مسافة 1400 متر كانت الجائزة من نصيب الجواد وكبلي للمالك أبناء سليمان محمد بن زعير. والله الشوط هذا شوط 3 سنوات الأعمار الجديدة، الحمد لله الحصان ركض مركض زين، مع خيل زينة ممتازة. الحصان علي قلنا له يقوم الاسترد ويقسم الشوط على كيفه، لأن الحصان الحمد لله أنه متهقوين فيه هقوة زينة، والحمد لله وفقنا الله وكسبنا الكاس. متوقع اني يكسب، حتى انا علمت الخيال قلت له قم الاسترد ما عليك من الخيل، انت اللي سايقس الشوط على كيفك، والحمد لله قام راسه وكسب الحمد لله. الى الشوط السادس لمسافة 1400 متر للخيل التي لم تربح عمر 4 سنوات واكثر وقيمة الجائزة كانت عبارة عن 5000 ريال كانت من نصيب الجواد لافندر للمالك مهدي بن حسين الشريان. والله الشوط كان على مسافة 1400، درجة الخيل مبتدئة انتاج، الشوط فيه خيل زينة والحمد لله. بالنسبة لفرس لافندر كنا متوقعينها، بس المسافة كانت قريبة، ولكن الحمد لله جات بالدخول لآخر الانفاق. متابعينا ومحبينا، هذه كانت فقرات فروسية لليوم، ومثل ما دائما نعودكم نحاول قد ما نقدر انه فقراتنا تكون متنوعة مثل الصوت اللي انتم سامعينه. طبعا هذا خيل ما بعرف مش راضي يسكت وشكله ما بدي يخلينا نخلص. فقرات فروسية متنوعة مثل ما عودناكم، واحنا حريصين دائما نجيب لكم الجديد، وايضا نسلط الضوء على كل الابطال والمرابط اللي عندها انجازات كثير كبيرة. اللي ما قدر انه يشوف حلقة برنامج فروسية لليوم كالعادة يقدر انه يشوفها على موقع اليوتيوب، وتقدروا ايضا انكم تتواصلوا معنا على مواقعنا، مواقع التواصل الاجتماعي اللي موجودة قدامكم على الشاشة، فيسبوك، تويتر، وانستغرام. وتقدروا ايضا لحد ما يخلص ازعاج، تقدروا ايضا انكم تشوفوا اعادة حلقة فروسية كل يوم ثلاثاء الساعة 1 بتوقيت السعودية. هذه تحية مني لكم، انا احلام العجارمة، ومن كل فريق عمل فروسية، في امان الله.